باش يعطيوك اكثر وتكون البدايه ديالهم بدايه رسميه في هذه الميدان الفني ان شاء الله. لا تكون معي ان شاء الله واخويا يونس الستار ديال المغرب. ديجا شاركت في السيزون الاولى ديالو، كانت تجربه رائعه وصراحه هذه المره غادي نعطيوك اكثر اكثر ان شاء الله. وشكرا، ميرسي بوكو. أورانشتان التجربة يلا بديتها. أنا في أورانج تالنت بغيت ندير واحد الإضافات ديال ليكسبيريونس ديالي في التيلي رياليتي اللي كنت خدمتهم في الماضي مع دي بواط دو برود مغربيين ودازوا بحال بيكان اكسبريس سميتو. دونك خديت واحد التجربه كبيره ودابا تنبغينا نحاولوا نطبقوا فيها في اورانج تالنت في النسخه الثانيه. دونك التجربه اللي تدفع اكثر الانسانيه ديال هذوك لي كونكورون كو غير تجيبهم ويبقاو يدو على الصوت ولا يغنيو ولا فهمتي. زعما تما نحاولوش نقلبوا على اوعر صوت، حيت كاين اللي عنده صوت واعر ولكن ما باغيش يغني، تيغني غير في دارو وصافي. حنا بغينا نلقاو السوبر ستار اللي فيه بزاف ديال المزايا، يعني الشكل، التعامل، الانسانيه، الصوت. دونك هادو واحد المزايا اللي كاينين في لي ستار. دونك فاش نشوفوا لي ستار بزاف الا لاحظتي غادي تلقى كلهم عندهم واحد المزايا، في واحد شويه ديال الحماق، واحد شويه ديال الادب، واحد شويه ديال، وهذاك الشيء مهم. وهذوك هما لي فالور اللي بغينا نقلبوا عليهم في هذه النسخه الثانيه. دونك هذاك الشيء علاش تبدل واحد شويه، غادي تولي على شكل شويه تيلي رياليتي. دونك هذه الاضافه اللي غادي نزيدها. دونك ومقسمه على جوج ديال المراحل. المرحله الاولى اللي ديجا صورناها اللي هي الاشهار اللي غادي نعلنوا به على 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 الكونسيبت كامل، واللي منه غادي المتابعين غادي يحطوا الفيديوهات ديالهم في على السيت orangetalent.ma. ومن بعد كاين ليطاب الثانيه اللي غادي يكون فيها التصوير ديال لا تيلي رياليتي. انا الكليبات اللي تعجبوني ندير تياخذوا الوقت. علاش؟ حيت خصني نجلس مع الارتيست وندوي معاه ونتعرف. اسماء اختي ودرنا كليب الاول الحمد لله، راه شفتي نسبه المشاهده وسميتو، ولكن كيف تقولوا كليب فيه الملحه. زعما المغاربه فاش شافوه كاين شي اللي تشوكاو شويه في الاول على الفكره، مي من بعد كنا تقبلناه حيت هذيك هي تمغربيه اللي عزيزه علينا واللي انا بديت نخدم بها من النهار الاول واللي باقي ما عمرني ما غادي نبدلها، اللي هي البصمه ديال امير. يعني تشوف كليب في التلفازه تقول هذا امير ولا ماشي امير من الاول. دونك هذا هو زعما المهم. باقي دابا تنهضروا ما كاين حتى شي حاجه، مي باقي الهضره بزاف. اللي بغيت نوضح هو خاصنا كيف ما قلت زعما الزملاء، سكو هذه النسخه اللي غادي يكون زوين فيها وهو التعاون ديال بزاف الناس اللي منهم اسماء يونس وجلال، وبيان سور ما نساوش اورانج وما نساوش لا بواط دو برود، اللي كاملين الهدف ديالهم ماشي يحطوا فلوس ويديروا ايميسيون، لا، الهدف ديالهم هو نديروا واحد الحاجه لوليداتنا. صديق واخا انا اليوم زعما نقدر غدا هذا السيد هذا اللي غادي يربح نقدر نتعامل معاه من دابا 10 سنين ولا من دابا عامين، مي الهدف هو صافي خصنا نحبسوا داك الشيء ديال المضاربات وفي المغاربه. خصنا وصلنا لواحد الوقيته اللي بالنسبه لي تبقى فيه الحال فيها بزاف، اللي خصنا نتعاونوا. ما خصناش نبقاو فهمتي، ما خصناش نبقاو تنقلبوا على 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 الاغلاط، لا، خصنا نتعاونوا كاملين ونزيدوا القدام بحال المصريين بحال اللبنانيين. زعما تيبقى فيه الحال فاش نشوف اللبنانيين هما زعما سته ومعاونين حنايا بزاف وعندنا المهارات بزاف وكاينين لي زارتيست بزاف وكاين زعما والتيران عندنا خاوي نقدروا نديروا العجب، ولكن تنبقاو مضاربين على والو.